كمان وزارة الداخلية وصلت استعداداتها الأمنية في كل مديريات الأمن لتأمين الانتخابات بعد ما اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين خلال عملية التصويت في المرحلة الثانية. وهيكون طبعا زي ما تعودنا الحقيقة انتشار أمني مكثف في محيط اللجان وكل الطرق والمحاور الرئيسية، وأيضا تيسير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير حركة المرور وتيسيرها أيضا ولتسهيل وصول الناخبين للجان الانتخابية. أيضا هيتم الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة طبعا للحفاظ على الأمن والنظام. تعالوا نشوف مع حضراتكم أيضا.